أرسل بحثة إلى الحبشة لكي يبلغوا الرسالة. أنا لو المايك ده بيصل كان نديكم كلهم. نعم. لا يمكن يخش جوا عشان يسمي. مش تعرف سمينا. نعم فضل. خلونا في الهواء ده، في الهواء ده. نعم فضل. بلاغ للرسالة. أيوة. هذا قام النفر من المسلمين عشان يبلغوا الرسالة في الحبشة. نعم. وهذا تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الرسالة. أيوة نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رسل صحابة معينين، جعفر بن أبي طالب رسلوا الحبشة، ورسل معاذ بن جبل إلى اليمن، ورسل عبد الله بن عباس إلى اليمن، ورسل علي بن أبي طالب إلى البحرين، رسلهم عشان يبلغوا الدعوة صح. لكن اللي اختارهم ديل نمرة واحد ديل العلماء، دي أول حاجة. وجماعة التبليغ بيقول لك العلم ما بتقعد لو تتعلم زي ده، قالوا العلم ده لما تطلع تتحرك بيجيك نازل من فوق، ده أول حاجة. أنا ما بعرفه 20 سنة، بيجي نازل من فوق بردرب بردرب بردرب، وده كلام فاضي. لأنه إنما العلم شنو يا جماعة؟ الآن أنتوا ناس زراعة وناس تجارة، الله يزيدكم ويبارك لكم، وناس بهايم وإبل وغيره، صحيح؟ طيب الآن ولدك ده لو ما علمته كيف يزرع بتخليه يفوت تكون قاعد؟ أول شيء بالسوق معاك وتعلمه، صح ولا ما صح؟ ولو تجارة بالسوق معاك محل تجارة، لو ذهب لو غيره بالسوق تعلمه حتى بعدك تفيقه، صحيح ولا ما صحيح؟ دي في الدنيا يا اخوانا، الدنيا الفارغة الفاضية دي. كيف الدين؟ زول يقول لك لا ما تقعد تتعلم، اروح بس امرق معانا نلف نحوم، العلم بيجي بردرب من فوق، ده كلام ما بخش العقل، ده واحدة. عشان كده ما عندهم ولا عالم واحد، وعشان كده بتلقى كلامهم كله متكرر. أسمعوا لك هسه، إن فوز الإنسان وفلاح الإنسان فقط في امتثال ما أمر الله وكذا، وبعد الباغيات الصالحات نسمع كلام الخير والإيمان، يهو ولا ما يهو؟ واحد إن جاء واحد من الشرق بيقول نفس الكلام ده، إن جاء واحد من الغرب منهم هم بيقول نفس الكلام ده، إن من الشمال إن من الجنوب من الجزيرة بيقول نفس الكلام، لأنه ما عندهم علم. ما في علم يا إخواننا. الأئمة ديل أنتوا الآن السودانيين مالكية صح؟ الإمام مالك ده قعد في الواطة دي يتعلم حفظ القرآن كله أول حاجة، مين كان طفل قدر دي أو أصغر؟ بعد ذاك مشى حفظ الكتب بتاعت السنة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خدتها في قلبه، وسافر بعد ذاك مرض مشى تعلم الفقه والتوحيد والتفسير وغيره، وجا راجع قعد علم الناس لحد ما نحن قلنا إحنا مالكية. لكن قال بس أنا نخرج، راح نخرج العلم بيجي متلب من فوق، وعلم بتاع كيف يجي متلب من فوق؟ قالوا العلم ده ما بتحتاج له وتتعلمه، قالوا دليلهم هم، قالوا لأنه الكديسة ده الدليل، لا كتاب لا سنة، كديسة. والله أسألهم قول لهم كلامي ده كذب ولا غلط، أبي أسألهم. قالوا لأنه الكديسة بتعرف الحلال من الحرام، فكيف أنت تقعد تتعلم حلال وحرام وأنت بشر وعاقل وفاهم، كيف بتعرف؟ قالوا الكديسة لو وديت لحمة، تخيل ده الدليل بتاعهم، لا قال الله ولا قال الرسول، قالت الكديسة. قال إذا اديتها لحمة بتقعد تاكل جنبك، وإذا سرقت اللحمة بتجري تاكل بعيد، لأنه في المرة الأولى عرفت إنه ده حلال أنت اديتها، والمرة الثانية جرت بعيد لأنه سرقته عرفته حرام، يبقى أنت ما في داعي تتعلم لأنه الكديسة بتعرف. يا أخي ده كلام فارغ ساكت يا أخوانا، ده ما دين، ده والله ما عنده أي علاقة بالدين. بعدين أديكم حاجة، أديك يا أخي الفرصة الجاية عندك، لكن أديكم حاجة أخيرة. الدين ده ما دين عطالة، دين الإسلام الصحابة دي كلهم كانوا شغالين، ونبينا أفضل الخلق والبشر عليه الصلاة والسلام كان شغال ولا ما شغال؟ غير الدين كان شغال في شغل عديل ولا ما شغال؟ كان بيرعى الغنم، وكان بتاجر في مال خديجة، يعني اشتغل تاجر واشتغل راعي، صحيح ولا ما صحيح؟ أبو بكر الصديق كان تاجر، عثمان بن عفان كان تاجر غني غني غني، عنده مال كثير لحد ما جهز جيش كامل براو. شوف الراجل ده كيف كان عنده قرش شغال، ده اللي بقول لك امره، والله بيرزق الاولاد امره يا اخواننا، اولادي انا شغال بزرع، لا امره بقول لك الله بيرزقهم. ده باطل، الكلام ده باطل في الشرع، لانه النبي عليه الصلاه والسلام جاء رجل ماكن قوي، حديث في صحيح الترغيب، قوي طول في عرض، الصحابة قالوا لو كان هذا في سبيل الله، زول ده لو قوته دي كان في الجهاد وقتل المشركين بالسيف كان أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام ده يقول لهم إن الجهاد ده صح
قتل المشركين في الجهاد ده جهاد، ده الورم الجهاد ده عنده أبواب تانية كله جهاد. قال لهم لو خرج، قال لهم الرجل ده لو خرج على أبوين، يعني ماشي يشتغل يجيب قروش لأبوين شيخين كبيرين يأكلهم فهو في سبيل الله. قال لهم ده جهاد برضه في سبيل الله. ولو كان خرج، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان خرج على أطفاله صغارا، عنده أطفال زي ذي بيأكلهم، ماشي يجيب قروش يشتغل يزرع يرعى يتاجر في السوق يجيب لهم يأكلهم فهو في سبيل الله، ده برضه جهاد في سبيل الله. ولو خرج على نفسه يعفها، عشان ما يحتاج يشحد من الناس، ده يشتغل في الدنيا دي، قال لهم ده برضه جهاد في سبيل الله. ده بقول لك ارحم ربك بس امرك الى امرك، عرفته تشتغل في الدنيا دي. ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا. واحد يقول لك انا خارج 6 شهور جاي من باكستان، طيب اولادك هسه لو تقول لك بالليل المرض ارتل دي في باكستان وانت جاي هنا ليه غريه 7 هذه ولد منه وده حلال ولا حرام؟ وهل الدين امر بالكلام ده؟ ما امر بالكلام ده يا اخواننا. عثمان بن عفان غاب من غزوه بدر ليه؟ او من غزوه اختلط عليه بدر ولا احد، من احدى الغزوات ليه؟ زوجته كانت عيانه بنت الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول قال لي ارجع ما تمشي الجهاد، ارجع. قال لي ما الرضا، ده الدين، كونك تبر امك وابوك عرفته وفي تعصر لهم رجلينهم ديل وتجيب لهم اللبن وتجيب لهم الطعام والدواء واللبس وتراعيهم وتقعد جنبهم لحد ما تموت انت او هم، ده من اعظم الجهاد في سبيل الله. ودي الدعوه ذاتها، شنو مارقه من باكستان وشايل لك بوكجة فيها كفترتين وحله وكمشه وسروال ومارقه، تقول لي دي دعوه؟ ما دعوه ولا اي حاجه. الدين ده عقيده شريعه وعباده وعلم ومعامله وبر للوالدين، توحيد اول حاجه وبر للوالدين، واعظم شيء نزل التوحيد ده ما عندهم اي قضيه، تبقى منهجهم ده ما منهج النبي عليه الصلاه والسلام.